الاهداف اللي كان بيكلمنا عنها سفر نحوم. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. احنا في سفر نحوم الاصحاح الثاني، وقلنا كلمه نحوم تعني نياحه او راحه او عزاء، وكل ده ان ربنا بعد الالم اللي تألمته اورشليم قال لها ينعم عليها بالنياحه والراحه والعزاء. وفي اخر الصح الاول بيقول هوذا على الجبال قدم مبشر مناد بالسلام. اما بيبقى الانسان في التراب او بيكون في شر قال الهي لا سلام للاشرار. اما بيكون في شر في قلب الانسان مش ممكن تلاقوا عنده سلام، لكن عشان يخش السلام لازم يدخل ملك السلام ويملك على القلب بالكل، يبقى فعلا وحده، مفيش حد يكون ليه اسم في القلب مع ربنا. وده برضو اللي بيقوله الكاهن في نهاية صلاة أوشية الإنجيل، بيقول لأنك أنت هو حياتنا كلنا ورجائنا كلنا وخلاصنا كلنا وشفائنا كلنا وقيامتنا كلنا. يعني أنت إيه؟ أنت كل حاجة لينا على الأرض وفي السماء لحد اليوم القيامة. إحنا ما عندناش حد تاني لا نعتمد عليه ولا نفكر فيه ولا نتمنى ان يرضى علينا غيره. انت اكتر واحد ممكن تهتم بينا، واكتر واحد ممكن تحس باللي فينا، واكتر واحد ممكن تنجدنا، لان لو كان ربنا معانا ما يقدرش حد يكون علينا. وعشان كده كان نهاية الاصحاح الاول بيقول له خلاص روح اوفي نزورك. النزور اللي انت تعهدت بيها في ايام الضيقه والتعب وايام اللي كنت فيها مجهد ومحتاج ان انت ترتاح ومحتاج للسلام، اجري بقى وابتدي اوفي نزورك. ليه؟ لانه لا يعود يعبر فيك ايضا المهلك قد انقرض كله. يعني مفيش حد ممكن يكون بشر يجتاحك مرة أخرى، بل كل دول سينهزموا تماما. الإصحاح الثاني بيقول قد ارتفعت المقمعة عن وجهك، احرص الحصن، راقب الطريق، شدد الحقوين، مكن القوة جدا. أول حاجة المقمعة دي آلة من آلات الضرب أو آلات القمع عشان يقمعوا بيها الإنسان المنحرف، زي ما كانوا يقولوا زمان للولاد الفلكة أو الحاجة اللي تقمع، حاجة تبقى صعبة تقمع الإنسان المنحرف. وده إنذار بالحرب مرسلا لنينوى. عشان كده بيقول للشعب أكن هيخرجوا عليك ويقمعوك، وبيقول ده لملك أشور اللي هو اقتحم فلسطين، اقتحم اسرائيل وكان مسيطر عليها. فبيقول له كده حتى لو حرست الاماكن المحصنه ورأيت الطريق وعملت كل حاجه تقدر تجهز بيها نفسك بقوه عظيمه، يقول لك كده فان الرب يرد عظمه يعقوب كعظمه اسرائيل، لان السالبين قد سلبوهم واتلفوهم قضبان كرومهم. أما دخل شعب أشور لإسرائيل أذلوهم، وعشان كده هتلاقوا استخدم حاجتين، استخدم يعقوب واستخدم إسرائيل. يعقوب في البداية كان تعبان ومذلول وبيجري من أخوه، وكان حياته كربة جدا، وكان قد إيه مضحوك عليه من خاله لابان، وكانت حياته صعبة إلى اليوم اللي وقف فيه وطلب ربنا وصارع مع الله وغلب، ولذلك دعي اسمه إسرائيل. فمعنى كلمة يعقوب هو الوقت اللي الإنسان كان عايش فيه في مذلة وتعب وبعيد عن ربنا، وما يرجع يقول لإسرائيل هرد مذلة يعقوب وخليك إسرائيل، يعني يعيش في حرية مجد أولاد الله. الجزء ده كمان ما تفسرش في حياة في شعب إسرائيل وما حصلش بالفعل، لأن أشور غلبهم البابليين وبعد كده دخل اليونان والرومان واحتلت إسرائيل من كذا مملكة بعد كده. لكن المقصود به يعقوب الإنسان المذل اللي كان عايش بسبب خطاياه هربان من وجه الرب،
هيرجع ويكون إسرائيل ويكون عايش قدام ربنا في سلام، ويرد إليه المجد الأول كحرية مجد أولاد الله. وده الإنسان المسيحي اللي في العهد الجديد، اللي أصبح النهاردة يقدر يقف في أي مكان يصلي ويرفع عينه ناحية السماء ويقول أبانا الذي في السماوات. أصبح بنوته لله لا يستطيع إنسان أن يسلبه زي ما سلبوهم وأتلفوا قضبان كرمهم. أما كنا بنقول أو المسيح ربنا قال لهم في المثل كده، قال لهم أنتم أنا الكرمة وأنتم الإيه؟ يبقى قضبان الأغصان دي هي إحنا. أما أتلفوها وأشروها يعني معنى كده أصبحت ما تقدرش تجيب ثمر. ولكن هنا ضيعوا منهم كمان حتى سبب الفرح. الخمر دايما يرمز إلى الفرح، أو الكروم دايما يرمز إلى الفرح. فالإنسان المسيحي لو بعد عن ربنا يبقى عامل زي القضبان بتاعة الكروم اللي اتقشرت، لكن أما يبقى ثابت في الكرمة ساعتها يقدر يجيب ثمر، وساعتها يسكن قلبه الفرح. فإن الرب يرد عظمة يعقوب، يعقوب اللي ضاعت هيبته وضاعت قيمته أما كان بيجري من أخوه عيسو، هيرد له عظمته كعظمة إسرائيل أما رجع وأصبح إسرائيل، أصبح له مكانة وله قيمة كبيرة. لأن السالبين اللي سرقوا منه حريته، اللي سرقوا منه فرحته، اللي سرقوا منه طهرته ونقوته، يقول لك كده أتلفوا قضبان كرمهم، دول كلهم هيردوا عظمته كعظمة إسرائيل. بيقول كمان ترس أبطاله محمر، رجال الجيش قرمزيون، المركبات بنار الفولاذ في يوم إعداده، والثرو يهتز. أما تبقى الترس اللي بيستخدمه المحاربين لونه أحمر، معنى كده إن استخدم في الحرب بشدة لدرجة إن الدماء أصبحت تغطيه. كمان يقول لك كده حتى رجال الجيش عاملين إيه؟ لباسهم بقى لونه قرمزي، قرمزي يعني من كتر حمرة الدم أصبح لونه إيه؟ محمر. كمان المركبات بنار، المركبات اللي كانوا بيستخدموها في الحروب كانت بتجري وأكنها مشتعلة من كتر ما هي بتجري في كل مكان. في يوم إعداده والثرو يهتز. الثرو ده كان نبات شديد جدا وما كانش ممكن ان هو يتحرك بسهولة، يعني ممكن شجرة تبص تلاقي الريح تخبطها وتجيبها شمال ويمين، لكن الثرو ده نبات شديد جدا وثابت في الأرض، شجر الثرو. أما يكون هذا الثرو بيهتز معنى كده إن هيكون كل إنسان ملوش قدرة إن هو يثبت ويقف في هذه الحرب. والناحية التانية، مين هو اللي جاء من البصرة وثيابه محمرة كدائس المعصرة أما بنقولها في إشعياء 63؟ مين هو؟ رب المجد يسوع. طب ومين هم جنوده اللي جايين وكلهم مفديين بالدم السمين، فأصبح كل واحد داخل وهو لابس زنار الكنيسة، يبقى هم كل المسيحيين اللي تابعوه. طب مين هم المركبات اللي منورة وفيها زي المصابيح المشتعلة وحتى الثرو يهتز ليهم؟ هم دول الناس الأبرار اللي أصبحوا أخذوا سر الاستنارة وأصبحت ليهم القوة، فأصبح أعدائهم لا يستطيعون أن يقفوا أمامهم. يبقى الجزء الأولاني ربنا بيبين حجم القوة اللي هيستخدمها جيوش بابل تجاه مين؟ أشور. إن مركبات شديدة وهيبقى الجنود قرمزيون بسبب قطرة قتلهم، وإن هيكون حتى الترس اللي بيستخدموه محمر كلون كالبلون الدم. وده كله تفسير الأولاني اللي هو إيه؟ ده على شعب أشور. ولكن التفسير اللي يهمنا إن ده الفداء اللي عمله لنا رب المجد يسوع، فجاء كدائس المعصرة بثياب محمرة، وحتى كمان
لبسوه ثوبا قرمزيا. مش هم عملوا كده فيه؟ ألبسوه ثوبا قرمزيا. حتى في اليوم اللي هم هيكونوا فاكرين ان هم بيستعدوا فيه للمعركة، هيكون برضو مش هيقدروا ان هم يقفوا قدامه، وهيكونوا عاملين حتى لو كانت قوتهم زي الثرو هيهتزوا. تهيج المركبات في الأزقة تتراقد في الساحات، منظرها كمصابيح تجري كالبروق. برضو الجزء ده أكن في ساحة المعركة كل المركبات الحربية اللي هم بتاع بيتحركوا بسرعة شديدة جدا عشان يفتكوا بأعدائهم من جيش شعب أشور. وبعدين يقول لك تتراقد في الساحات، بيجروا في كل ناحية أكنها تتسابق. وعشان ماسكين مشاعل يبقى كلهم عاملين زي، من كتر سرعتهم مع الشعلة اللي هم عاملينها يبقى عاملين زي البرق اللي بيظهر في السماء. فهنا التشبيه ان قد ايه سرعتهم، قد ايه قوتهم، قد ايه اعدادهم، قد ايه ان هم اما بتهيج هذه المركبات في قوتها وفي سرعة حركتها بتفتك بأعدائهم وبتقضي على جيش شعب أشور اللي أذل شعب الله. يذكر عظماءه يتعثرون في مشيهم، يسرعون إلى سورها وقد أقيمت المدرسة. كان عشان يقدروا إن هم يهزموا أي مدينة وتكون مدينة محصنة زي مدينة نينوى وليها أسوار، كانوا يجوا عند أطراف الأسوار دي ويعملوا حصار ليها وبعدين يقيموا مدرسة. ده اللي هو زي الحصن يعملوه عشان الحرب. فأي واحد يجي يتقدم ليها ما يقدرش، لأن إيه؟ ما يقدرش يخرج من أسوار المدينة، لأن خارج المدينة في حصار على المدينة كلها. أبواب الأنهار انفتحت والقصر قد ذاب. أبواب الأنهار انفتحت، لأن قلت لكم إن حصل أثناء غزو بابل لأشور إن حصل فيضان من وادي دجلة، من نادي دجلة ولا اسمه نهر دجلة. فما حصل النهر إن هو فاض، وقفوا على السدود وتملكوا منها وكسروا السدود دي. فما كسروا السدود حصل ان فيض من المية دخل مدينة نينوى واهلك الناس اللي موجودين فيها، فاصبحوا بيحاولوا يخرجوا منها، ولكن البيوت بكل ما فيها غرقت لدرجة ان حتى الاسوار ما قدرتش تقف قدام قوة المية. فأبواب الأنهار انفتحت والقصر ذاب. ممكن يكون مقصود بالقصر ده اللي هو المعبد اللي كان فيه نصروخ اللي كان الإله اللي هم بيتعبدوا ليه، وممكن يكون اللي هو البيت اللي كان فيه الملك. وعشان كده أما اتفتحت النهر، اتفتحت الأبواب والنهر دخل، المية دخلت هدت كل الأماكن اللي موجودة، حتى الأماكن اللي كانوا ممكن يتحصنوا فيها أو يحتموا بها ما قدروش إن هم يدخلوها. وهصب قد انكشفت أطلعت جواريها تئن كصوت الحمام ضاربات على صدورهن. حتى الملكة بتاعتهم هتؤسبة، الملكة اللي كانت ليها مكانة حلوة وكانت ليها تناعم في قصرها هتزبى وتؤخذ جواريها بعيدا عنها. وتبتدي الجواري اما تشوف ان الملكة بتاعتهم اللي كانوا بيخدموها وكانوا بيجروا وراها وكانوا بيتمنوا رضاها تكون مزبية، تصبح في وسط الشعب ومزلة كده،
هيبتدوا ان هم يعملوا زي الحمام، زي هدير الحمام، يخبطوا على صدورهن ويعملوا ايه؟ يبكينا او يندبنا. فهنا يبقى عاملين زي الحمام اللي بيهدر. والجزء ده مهم ان احنا برضو نفتكر ان كل نفس بتبعد عن رب المجد بتصير كده، بتصير ضحكة للشياطين وتفرح بها الشياطين فتزل وتجرد من كل قوتها وتجرد من كل عظمتها، وتفرح بها الشياطين حتى وإن كانت بتئن أو بتهدل عليها ربوات من القديسين اللي بيحزنوا لفراقهم، لكن في نفس الوقت بتبقى رجوعها يسبب فرح وحريتها بتسبب نصرة. ولكن هنا بيقول هصب قد انكشف اطلعت وجواريها تئن كصوت الحمام ضاربات على صدورهن من كتر المرار اللي شايفين بقت فيه الملكة، وإنها أزلت واستبيحت وأصبحت مقصورة ومن الجواري للناس اللي سابينها، فابتدوا إن هم يبكينا ويضربنا على صدورنا. ونينوى كبركت ماء منذ كانت، ولكنهم الآن هاربون، قفوا قفوا ولا ملتفت، انهبوا فضة انهبوا ذهبا، فلا نهاية للتحف للقصرة ومن كل متاع شهي. الجزء ده معناه ايه؟ ان نينوى كانوا بيشبهوها انها بركة بس مية، كانت مية جميلة، ولكن هنا اصبحت الماء بيهرب. اما تبقى بركة مش بتحتفظ بالماء اللي فيها، يعني بيحصل للماء يتسرب منها فينشف بسرعة، فأصبحت ملهاش القيمة اللي كانت ليها. حتى ما يقولوا لهم قفوا قفوا، ده في ذهب وفي فضة من نتيجة الوجع ونتيجة الألم، نتيجة الأسر اللي أصبحوا فيه ونتيجة السلب والنهب اللي حاصل حواليهم، حتى الحاجة الشهية اللي كانوا بيجروا وراها وبيتمنوها، حتى ما بيقولوا لهم قفوا عشان تاخدوها كانوا بيسلبوها ويجروا عشان ينفدوا بعمرهم من ضاربيهم. والجزء ده يفكرنا ان فعلا في ناس تهتم كتير بالملكية، وفي ناس تجري وراء الحاجات الارضية من شهوات ومن كنوز ومن وتهتم جدا انها تمتلك، ولكن بيجي يوم نتيجة التعب ونتيجة المرار تبص تلاقي يقولك ما بقتش في حاجة لذيذة، ما بقتش عايز احتفظ بحاجة. ايه اللي خلاك عملت كده؟ يقول لك اصل ما فيش حاجه من الحاجات دي ادتني الفرح بعد ما طارت مني الحريه وقربت مني خطيه او زلتني وقعت في شهوه رديه. تبص تلاقي كل الحاجات حتى وان كان ليها قيمه زمان اصبحت ملهاش قيمه دلوقتي. نينوى كبركه ماء منذ كانت، ولكنهم الآن هاربون، قفوا قفوا ولا ملتفت. بينادوا عليهم يقول لهم مش دي الحاجات اللي كنت نفسكم فيها، استنوا عشان تاخدوها. يقول لك لا ملتفت، محدش قادر يقف ولا يستنى ولا يبص، مع ان كان بيجري ورا المتعة دي وكان بيدور عليها ونفسه ان هو يقتنيها. انهابوا فضة انهابوا ذهبا فلا نهاية للتحف من كل متاع شهي، حتى الأشياء النفيسة وإن كانت ليها قسرة إلا إنها النهاردة ما بقاش لها قيمة. وساعات الواحد يشوف فعلا كده، أما حد حتى لو كان مالي بيته من التحف وبعدين يجي له دور صعب شوية ولا حاجة، تبص تلاقيه مش قادر حتى يبص لها، يقول له ده الحاجة المهمة اللي أنت جايبها، ده الحاجة اللي كنت فرحان بيها وقفت في مزات وصرعت عليها، ده الحاجة اللي انت وقفت قدام العمال عشان تعملها وتجمل فيها وبتاع. يقول لك خلاص كله ملوش قيمة. ايه اللي ضيع قيمة الحاجة من عندك؟ ايه اللي خلاها ما يبهلهاش نفس القيمة؟ لان ساعات اما الواحد بيدوق التعب او المرار فبيحس ان كل الحياة اللي قدامه ملهاش القيمة، اصبح فراغ وخلاء وخراب وقلب زائب وارتخاء ركب ووجع في كل حقن وأوجه جميعهم تجمع حمرة. ده حال المدينة اللي نتيجة دخول
الاستعمار ليها ان اصبح فيها فراغ وخلاء وخراب، واصبح قلب زائب. قلب زائب معناه ان مفيش قوه، مفيش معونه. زي واحد يقول لك قلبه مرتعش، طب والركب اصبحت مخلعه، ووجع في كل حقو. الحقوين دول اللي هم بيربطهم الواحد عشان يقدر يقوم ويبقى عنده همه ونشاط ويشتغل. اصبح في وجع في كل حقوين، اوجه جميعهم تجمع حمره، يعني حتى وجوههم بقت شاحبه جدا، ما فيهاش حتى الحمره اللي هي تبين ان فيهم دمويه. الجزء ده هو ده بالظبط نتيجه الخطيه. اما الانسان بيبعد عن ربنا بتبص تلاقوه قلبه زائب، يعني واحد يبقى عنده قلب فهيم حكيم والتاني ده قلب زائب، يعني يجي يقول لك ايه، رغم كل مره ببقى مصمم فيها ان ما ارجعش للخطيه الاقي نفسي رجعت تاني. اقعد واقول لنفسي انا مش ممكن اتعصب مره تانيه، ومجرد تحصل حاجه صغيره كده تعصبني وتخرجني عن شعوري. اقول ان انا مش ممكن هكذب تاني، ولكن اما حاجه تخوفني او عايز اخفيها عن اللي حواليا ممكن اكذب مره واثنين وثلاثه. ايه القلب الزائب ده؟ هل قلبك فعلا مستقيم وشديد قدام ربنا، ولا لسه قلبك زائب؟ حته ان في ارتخاء، انتوا عارفين الرخاوه لا تمسك صيدا. يعني ايه الرخاوه لا تمسك صيدا؟ يعني واحد يقول ايه، انا عايز اعيش مع ربنا. طب ها هتعمل ايه؟ هتصلي؟ ما بيبقاش ليا نفس. طب هتقرا الكتاب المقدس؟ بصدع بسرعه. طيب ناوي تنزل من بدري وتحضر قداس؟ اصل ما بقدرش اقوم بدري. طب خلاص اكيد هتصوم معانا الصوم من اوله، معلش عشان القولون. طب ناوي تنزل تخدم وبتحب ربنا وناوي تقدم خدمه للناس؟ يقول لك معلش اصل انا ما بحبش افرض نفسي على حد. طب هل مستعد تساعد حتى بأي حاجة من معاك؟ يقول لك معلش أصل الحال بقى ضيق وكورونا قفلت الدنيا الله الله الله. إيه الرخاوة دي؟ الرخاوة دي مش ممكن تمسك صوت، مش ممكن تعيشك في حياة حلوة ومقدسة مع ربنا. طب صلي، أنا بصلي أبانا الذي بس قبل ما أنام. طب اتناول، ممكن اجي على اخر القداس واتناول؟ او معلش اصل شربت ميه الساعه 2 بالليل. انت مش عارف ان انت لازم تصوم؟ مش عارف ان انت لازم تحترس؟ طب ممكن نفوت اسبوع الاستعداد؟ طب اسبوع الاستعداد ده في الصوم الكبير، نقول اصل احنا مش هننقل جبل المقطم دلوقتي فنفوت الثلاث ايام بتوع المقطم، ايه رايكم؟ هل قلب ذائب وارتخاء الركب ينفع ان هو يمسك صيد؟ ممكن ان هو يصل بصلاته لربنا ويقدر يقبل صوت ربنا في حياته؟ اوجه جميعهم تجمع حمرة. تبص تلاقي الانسان، عارفين الانسان اللي عنده انيميا، احنا عندنا نوع من الرخاوة والانيميا الروحية. يعني ايه بقى؟ ايه مظاهر الانيميا؟ يقول لك واحد تبص تلاقيه مش قادر يسلك طوله، وبعدين يقول لك على طول قدرته قليله ونشاطه على قده. ليه؟ يقول لك اصل الانيميا تعباه. نفس الحكايه الانيميا الروحيه، يجي يبتدي يقرا ايتين ويقول لك كفايه، يا سلام نشكر ربنا بركه كبيره، وبعدين طب افهم معناهم، طب صلي بيهم. يجي يصلي مزمور يكر واحد اللي حفظه والتاني يسرح فيه. يجي يروح يعترف على كل اللي حواليه والشر اللي ماليه ما يقولش عنه حاجه. طب وبعدين هتتصلح ازاي؟ دي انيميا. انيميا فعلا تخلي الواحد ضعيف وفقران، عنده فقر نعمه. النعمة ما بقتش تدخل قلبه، ما بقتش تسكن حياته، ما بقتش تغير فيه. عايز يغير كل الناس اللي حواليه عشان يرضي نفسه، يغير الخدمة عشان مبادئه، ويغير المواعيد القداسات عشان تناسبه،
ويغير كل حاجة عشان هو يكون مرتاح. طب وغير كده حتى لو غيروا له كل حاجة برضه مش هيبقى مرتاح. ليه؟ لأن عنده رخاوة، لأن عنده فقر. أما يبقى واحد فقير في النعمة، تبص تلاقوا دايما كل حاجة تتعبه، وكل حاجة تزهقه، وكل حاجة تضغط عليه، وكل حاجة يحس ان الناس مش فاهماه، والناس مش مقدراه، والناس مش قريبة ليه. عشان كده يقول لك وجوههم جميعهم تجمع حمرة. أين مأوى الأسود ومراعي أجبال الأسود؟ حيث يمشي الأسد واللب وشبل الأسد، وليس من يخوف الأسد المفترس لحاجة جرائه، والخانق لأجل لبواته، حتى ملأ مغارته فرائس ومأويه مفترسات. يعني إيه؟ كان شعب أشور عاملين صورة للإله بتاعهم عبارة عن صورة أسد وله أجنحة. فهنا بيقول أين مأوى الأسد ومراعي الأجبال؟ لأن بعد رب المجد ما اتصلب على الصليب وأشهر الشياطين جهارا، بنقول أن إبليس كأسد يقول ملتمسا من يبتعه. فأين مأوى الأسد؟ فين مراعي أجبال الأسود؟ حيث يمشي الأسد، دايما الأسد يمشي ومعاه اللي هي أنثى الأسد وشبل الأسد، وما حدش كان يخوفهم، ما كانش حد يقدر عليهم. ده برضو إشارة لشعب أشور اللي كان يجتاح في المدن، وعليهم علامة الأسد المخيف اللي كانوا بيرهبوا به كل أعدائهم، ولكن الآن أصبح ليس منهم خوف لأن شعب أو جيوش بابل حطمتهم وكسرتهم. حتى الأسد اللي كان بيفترس لحاجة جرائه، يعني أما كان الأسد يقوم ويصطاد فريسة عشان يأكل صغاره، وكان وبصوا حتى الدقة في اللفظ هنا، الخانق لأجل لبؤاته، لأن الأسد أول ما يمسك فريسة يفضل ماسك في رقبة الفريسة لحد ما تختنق تماما ويكسر عنقها، وبعدين يسيبها عشان الجراء بتاعته تأكل من الفريسة، لدرجة ان هو ملأ المكان فرائس ومأويه مفترسات. يعني كل العرين بتاع الأسد ده كله أكنه أشلاء من الفرائس بتاعته اللي كان بيجمعها. وده فعلا اللي عمله الشيطان، اللي دخل وابتدى يأثر من شعب الله عدد كبير جدا، وافترس عدد كبير جدا. ولكن شكرا لله اللي بعت ربنا يسوع المسيح اللي انقذ من فم الاسد. ايه؟ عارفين زي ما بولس الرسول يقول لك ولكن انقذته من فم الاسد. وتبص تلاقي ان هو اخرج مختاريه بفرح وتهليل حتى بعد ما كان الاسد واخدهم كفريسة عنده وكأزلاء تحت يده. وكل إنسان عايز يتحرر من أي خطية ومن أي شر ومن أي شبه شر ممكن يكون مأثر عليه أو واجع فيه، يلجأ لربنا اللي ممكن يقويه ضد هذا الأسد. وإحنا قلنا مش أسد يقول كإيه؟ كأسد. ليه كأسد؟ هو بيتشبه بالأسد لأن ما فيش غير أسد واحد، هو ذا قد غلب الأسد الخارج من سبط يهوذا أصل داود، اللي هو مين؟ هو بيتشبه بالمسيح بس هو كأسد لأن ليست له هذه القوة. الله أعطاه الفرصة لزمان معين، وبعد كده خلاص هيكون مكانه في النار الأبدية المعدة لإبليس وجنوده. فهنا برضو كلمة ان ابليس كأسد، تخلوا بالكم ان في العالم الشيطان موجود بس عامل زي اسد مربوط داخل قفص. طول ما انت بعيد
او مربوط بسلسله، طول ما انت بعيد ما يقدرش عليك. ممكن يعمل صوت عشان يحاول يغريك او يخوفك، ولكن لا يمكن ان يقدر عليك. يحاربونك ولا يقدرون عليك. طيب امتى يقدر على الواحد؟ واحد بقى يحاول يجي يقرب ويحاول يلعب مع الايه، مع الاسد. بس شفت في مره فيديو كان شكله صعب جدا، ان واقف مذيع بيتكلم وبعدين ادى ظهره للقفص بتاع الاسد ومش واقف يتكلم مع الحارس. فالحارس لسه بيقول له لا تعالى الناحيه دي، راح جابه بالمخالب بتاعته كده دخله من وسط الحديد، وطبعا هي قطمه واحده بس هنا وخلاص. حاولوا يسلكوه منه. عشان كده دايما فاكرها دي، ان كل واحد يجرب اذا جذب وانخدع من شهوته. فاكر ان هو واقف كده وسند ايده على السور، ان هو كده يعني في شجاعه، وان يقدر ان هو يدي للاسد ظهره وهو مطمن. وعشان كده في حاجات كتيرة بيقول لك كده، الذين لم يعرفوا اعماق الشيطان. يعني في واحد يقول لك اخد بس فكرة عن ايه اللي بيحصل، ايه اللي بقى موجود في النت دلوقتي، او ايه تبص تلاقي لا خلي بالك، لان ده ايه، دي مخالب الايه، الاسد، او دي الشهوة اللي ممكن يحطها عشان اذا جذبت وانخدعت بيها يقدر ينقض عليك ويقضي عليك فيها. ممكن نظرة واحدة توقع واحد طاهر زي داود. ممكن نساء كثيرات تضيع الحكمة اللي كان عايش بيها واحد حكيم زي سليمان. ممكن علاقة واحدة تخلي واحد يفقد قوته زي شمشون. فاللي عايز اقوله لكم، احنا فعلا مش اطهر من داود، مش اقوى من شمشون، مش احكم من سليمان. عشان كده احنا بنحتمي بقوة مين؟ بقوة رب الجنود. طيب وابليس؟ لا نخلي بالك بقى، لقيت السلسلة حتى لو كانت شكلها قصير خلي بالك ما تقربش، ما تقربش عشان لا تجرب. ما فيش حد ممكن يجرب الا اذا جذب وانخدع من شهوته. أين مأوى الأسود ومراعي الأجبال، أجبال الأسود، حيث يمشي الأسد واللبو وشبل الأسد، وليس من يخوف الأسد المفترس لحاجة جراء والخانق لأجل لبؤاته، حتى ملأ مغارته فرائس ومأويه مفترسات. ها أنا عليك يقول رب الجنود، فأحرق مركباتك دخانا وأجبالك يأكلها السيف، وأقطع من الأرض فرائسك ولا يسمع أيضا صوت رسلك. أول حاجة حتة هناخدها اللي هي صوت رسلك. الشيطان ليه رسل؟ ها؟ كتير كتير. ده ممكن واحد يكون ماشي ورا المسيح نفسه، وبعدين ربنا رب المجد يقول له كده، من يقول الناس اني انا ابن الانسان؟ يقول له انت هو المسيح ابن الله الحي. قال له طباق، ان لحما ودما لم يعلن لك. وبعدين ابتدى يكلمهم عن الصليب، فاخذوا بطرس اليه وابتدى ينتهره. قال له يا رب حشاك ان تقول هذا. قال له ابعد عني يا ايه؟ قال له ده انت لسه بتقول له طباق. رجع تقول له ابعد عني يا شيطان، لان فعلا ممكن الشيطان يجي حتى ويتكلم على اقرب لسان ليا، وده بغرض ان هو يعمل ايه، ان هو يهلك على قد ما يقدر حتى من اولاد ربنا. عشان كده خلوا بالكم من حتة صوت رسلك دي. صوت رسلك كمان هنا المقصود بيها ان ملك اشور بعت واحد اسمه ربشاقي، وابتدى يقف قدام ملك اسرائيل حسقية ويقول له ايه،
يقول له بص احنا هنجيب لك 2000 حصان بس حاول تقعد عليهم 2000 خيال. شوفوا اللي ايه بيستهزأ بيه. وابتدى يستهزأ بيهم جدا جدا لدرجة قال لهم هل آلهة الشعوب اللي حواليكم حد قدر يحميهم؟ أما أنتوا إلهكم هيحميكم؟ فهنا بيقول له صوت رسلك ده هعمله إيه؟ مش هخليه موجود. فأحرق مركباتك دخانا وأجبالك يأكلها السيف وأقطع من الأرض فرائسك ولا يسمع أيضا صوت رسلك. والحتة بقى اللي تخوف، ها أنا عليك يقول رب الجنود. إحنا قلنا في البداية إن كان الرب معنا فمن علينا، بس هنا العكس بتاعها. إن كان ربنا عليك مين اللي هيقدر يحميك؟ في واحد بيقاوم صوت ربنا حتى وإن جاله صوت ربنا مرة واثنين وثلاثة ويحس إن ربنا بيكلمه في كل مرة إلا إنه يقاوم صوت ربنا. خلي بالك لحسن تسمح، بدل ما يقول أنا معك لا تخف يقول لك أنا عليك محدش هيقدر يحميك. هل ربنا ممكن يقول كده بعد ما بيحاول مع الإنسان مرة واثنين وثلاثة ويلاقيه رافض ومقسي قلبه؟ وده اللي بيقوله لنا بولس الرسول لما يقول اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم، ولكن إنسان أصبح قاسي القلب ما بقى يسمع العظات ويعيش في أوحش من اللي فات. طب وبعدين؟ إمتى هتتصلح؟ إمتى هتقرب؟ إمتى هتحط كلمة ربنا قدام عينيك وتراعي كل كلمة قالها لك؟ إذا كانت وصايا الناس ممكن تحترم، فمرة ربنا طلب إن هم يشربوا من عيلة، أنا نسيت الاسم، من عيلة إن هم يشربوهم خمر. قالوا له لا إحنا مش ممكن نشرب خمر. قال لهم ليه؟ قال لهم أصل إحنا من أجدادنا وأسلافنا محدش فينا يحط خمر في لسان على لسانه. فقال لهم شوفوا الشعب إذا كانوا هم عشان يطيعوا أجدادهم ما قبلوش الخمر، انتوا النهاردة وبتقولوا ان انتوا شعبي ولحد دلوقتي مش بتسمعوا لصوتي. في ناس كتيرة تقعد في بيت ربنا وتسمع لصوت ربنا وترجع لنفس الخطايا مرة تانية. النميمة هي هي، الإدانة هي هي، العصبية هي هي، الأفكار الردية هي هي. طب وبعدين؟ لألا تسمع هذا الصوت اللي بيقول ها أنا عليك يكون رب الجنود، إذا فضلت في كل مرة ترفض لصوت ربنا ولصوت تأديبه والوعيد والإنذاره وحاولت إن أنت تداري الأفكار الشر بشوية حاجات حلوة بعملها عشان تخدر ضميرك، يعني الحمد لله بدي العشور والحمد لله بعمل خدمات جليلة. طب وقلبك؟ هو ربنا مستني منك العطاياك؟ هو ربنا مستني منك اللي انت بتعمله؟ ربنا مش عايز غير ايه؟ غير قلبك يكون قلب ناط، يكون قلب نظيف. لانك لو ما كانش قلبك نقي مش ممكن تعين الله. احنا كلنا حافظين الآية اللي بتقول توبة لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله. وهنا بنقول ربنا يحمينا ومحدش يسمع فينا ها أنا عليك يكون رب الجنود. احنا كلنا نفسنا نسمع ها أنا معك ومش هسيبك إلى انقضاء الدهر. إذا كان ربنا اللي قالك أنا معاكم إلى انقضاء الدهر ومش هسيبك لا تخف لا أهملك لا أتركك، وقال مرات عديدة كده، خلينا نحافظ على محبة ربنا اللي بيحبنا بيها ونسمع لصوته عشان يكون لينا حياة مقدسة. بهنيكم ببداية صوم الميلاد ونحاول ناخد تدريبات كده في صوم الميلاد. نقول تدريب ولا بلاش؟ اللي ما بيفتحش الأجبية من فضلكم يفتح، اللي ما بيصليش صلاة النوم من النهاردة الرفاعي، يعني هناكل لحد الصبح مش كده ولا هنعمل ايه؟
هنعمل ايه؟ نصلي صلاة النوم نرتفع بها عن الأرضيات. طب وإيه كمان؟ نحاول يكون لينا قداس ننتظم فيه، لأن القداس مفيش أجمل منه، ومفيش حاجة ممكن تربطك بالمسيح غير القداس. اللي بيفكر إن في طريق آخر للتوبة غير الصلاة فهو مخدوع من الشياطين، ده كلام الآباء. طيب واللي بيفكر ان هيكون ليه اتحاد مع المسيح بعيد عن القداس برضه مخدوع من الشياطين، لان المكان اللي بتتحد بيه بالاسرار هو بس في القداس. خلوا الوقت على قد ما بتقدروا تقضوه في الكتاب المقدس. ليه؟ الكتاب المقدس هو اللي بينقي العقل. طب الايه اللي بتقول كده ايه؟ الآن أنتم أنقياء من قبل الكلام الذي كلمتكم به. طيب أنا مش فاهم، يقول لك في الوقت اللي أنت جعلت قلبك للفهم أنا هبتدي أوضح لك مشيئتي. أما بتحط قلبك لفهم كلمة ربنا، أقف صلي قدام كل كلمة ما أنتش فاهم معناها، وربنا هيتكلم في قلبك ويشرح لك معانيها. لو ما كانش عندنا الانترنت ممكن ننزل العظات اللي بتشرح، وعندنا كمان التفاسير اللي موجودة، تفسير أبونا أنطونيوس فكري وأبونا تدرس يعقوب، وحاجة رائعة، وتفسير برضو أبونا داود لمعي اللي بيحب يسمع. طيب يبقى أنا هقضي وقتي كل ما اختزلت الوقت وخليت وقت مقدس، الحاجة اللي بتضيع وقتي بلاش منها، سواء تليفون سواء فيسبوك سواء مش عارف ايه، معلش اقفلوا اليومين دول. حاولوا الفترة اللي جاية من هنا لرأس السنة، احنا هيبقى لينا كلمة قبل رأس السنة عن نهاية العام او مراجعة النفس، بس خلوا الموضوع يبتدي من ايه؟ من دلوقتي. يبقى اللي ناسي اجبيته يدور عليها، واللي ما فتحش كتابه المقدس يرجع يعمل ايه؟ يقضي الوقت فيه، بدل ما يشغل نفسه باكلنا ايه وشربنا ايه وهنلبس ايه، يخلي باله ان ايه الكتاب المقدس فيه ايه. طيب والحاجة التالتة، القداس القداس القداس. يعني ايه بقى؟ اجي من بدري ومن قبل ما يفتح ابونا ستر، وافضل كل طلبة عندي اطلبها ساعة القداس. كان البابا كرولوس الله ينيح نفسه وينفعنا ببركة صلواته، كان يقول كده احرص ان انت تحضر القداس من اوله، وان انت تطلب كل ما انت في احتياج اليه، لان هو ده الوقت اللي ربنا يسوع المسيح حاضر فيه على المذبح، وهيدي كل انسان بحسب ايه. لو اخذنا الثلاث تدريب دول وبدينا بيهم نكمل المرة الجاية عليها، ممكن؟ هنبتدي مع بعض؟ تفضلوا نصلي.